بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين. طبعا يا شباب، بعد ما حلينا الستيب 1 بالفيديو السابق، حاليا وصلنا إلى ستيب 2. الستيب 2 هي عبارة عن كذا شغلة، اللي حيكون أطول من الستيب 1. طيب، أول شيء بنيجي من هون ومن هون، رقم 2 اللي هو ستيب 2، بنقول A. أول شيء عمد الـ A، بنقول عند الـ A find the forces، forces find the forces at the gears and pulley أو pulleys. تمام، نبدأ أول شيء بـ A، بنقول شو؟ find the gears أو the forces at the gears and pulleys. طيب، نبدأ أول شيء، نقول لك هون حط تعطيني الأخضر عشان يبين الحل. نقول لك for gear، نحن عنا بالسؤال عن الجير، عند الجير بي، فبنقول نحن هو فور جير بي، فور جير بي تمام، اللي هو عند الشافت. ناخذ الجير بي دائما عند الشافت، نقول في عنا تانجنشال فورس وفي عنا راديال فورس، والقانون التانجنشال فورس هو عبارة عن التورك عند النقطة P على الدايمتر تبع الشافت P over 2. حلو؟ حلو. طيب، نحن التورك طلعناه اللي هو عبارة عن 347 تمام؟ نيوتن بير نيوتن متر. طيب كم عن الدايمتر؟ هيك هون معطين الدايمتر 400 ملي متر. طيب، معناتها في عنا أحد الحلين، يا انه نخلي الدايمتر بالمتر او نخلي التورك بالمليمتر. كان نخلي الدايمتر بالمليمتر، وقتها بنقول هون هو عبارة عن 400 ضرب 10 اس سالب 3 اوفر 2 تمام، يساوي كم؟ شو يساوي؟ 1736 نيوتن. كيف اتجاه ال tangential force؟ اتجاهها نحو اليسار، فنجي هون نرسم سهم لعند وط اليسار، خلينا نرسمه بشكل أفضل. لعند اليسار. طيب، ال FR نجي هلا هون الراديال فورس، لك هون FR وتساوي اللي هو التانجنشال فورس مضروبة في تان فاي. نحن قلنا تان فاي هي البريشر انجل، واللي هي يجولي دائما رح يكون 20 حتى لو ما كانت معطى. اذا كانت معطى هذا شيء ثاني، انت شنو مثلا اقول لك والله هي 30 كذا، لكن يجولي 20 دائما حط 20. نجي هون تنجيل فورس نحن طلعناها 1736 مضروبة في تان 20، بيعطينا كم؟ 631 نيوتن. واتجاه الراديال فورس لتحت، نجي نرسم هون نقول له شو بعدين لتحت اتجاه الفورس. تمام. هلا هي بالنسبة للجير. طيب، بالنسبة للبوليز وين عندنا كمان هون في فورسات؟ عندنا شايفين F1 F2 عند البولي دي. طيب، نجي منقول لك فور، نكبر هاي او فور بولي دي، صح؟ اي دي. نقول لك هون
او ايه في بيلت. طيب هلا اول شيء نحن شو عنا؟ عنا اف 1 اوفر وين رحنا؟ اف 1 اوفر اف 2 اللي هي 5. خلينا نحن نرسم هون البولي. نعمل لك هيك دائرة، نعمل لك هيك دائرة كبيرة عليها شوي، يعني هاي تقريبا هاي بالنص. نجي نرسم بس فقط رسم توضيح يعني قدر المستطاع. طيب نحن عنا خليني هاي اقربها لهون افضل. طيب عنا نحن اعطيني هاد الفورس، في عندي انا اف 1 هيك، عندي هون اف 2 صح ولا لا؟ هاي بنقول هون اف 1 وهي اف 2، وعندي كمان هون رح يكون المجموع، خلينا نحطه بلون مغاير افضل مشان ما تلخبطوا. هون المجموع، المجموع شو نحطه اي لون؟ يلا اعطيني هات، رح يكون اللي هو اف 1 بلس اف 2. لكن هو معطيني الزاوية هون وهي اللي هي الزاوية، خليني امسحها، معطيني الزاوية هاي هون وهي اللي هي الزاوية مقدارها 40. هاي الزاوية، هاي الزاوية 40. معناتها كيف رح يكون اتجاهها؟ ال F1 زائدا ال F2 رح يكون في عنا عنا هون هاي 40، نجي نقول نحط هذا الأزرق، هاي نجي بتكنسل تمام، ورح يصير اتجاهه بتكنسل، رح يصير عنا هون ورح يصير كمان عنا هون، رح يكون عنا هون F1 بلس F2 كوساين 40، وعنا هون نحن F1 بلس F2، خلينا نكتبها بشكل أفضل، نقول هون نقول F1 بلس F2 ساين 40 تمام. هلا طالعنا هون، هلا هي هون بنطالع القوة عند هاي هون والقوة هون، هذا هو نحن بهمنا. فبنجي كيف نحن بنطالعها؟ نحن في عنا قانون مشهور اللي هو دائما بكل سواء بالبولي ولا الجيرز، اللي هو بيقول لك هو نفسه هذا الاف وتساوي التورك على دايمتر اوفر 2. نحن عنا التورك، عن الدايمتر نحن بدنا نوجد الفورس تمام. طبعا الفورس نحن عناها بهالحالة اللي هي F1 و F2. طيب السؤال الذي يطرح نفسه هلا هون، F بدي عوضها أنا ب F1 plus F2 ولا F1 minus F2؟ شلون بدي عوضها؟ قالوا لي شلون؟ طيب
لحلكم شلون؟ خلينا ناخذ نرجع للاخضر. ما حنعوضها اف 1 ولا اف زائد اف 2، رح نعوضها اف 1 ماينس اف 2. ليش؟ لحد لك ليش. نحن هلا اذا نرجع للسؤال، اتجاه الحركه، شايفين كيف اتجاه الحركه؟ هيك اتجاه الحركه صح ولا لا؟ نيجي نرسمها هون اتجاه الحركه مشان اوضح لكم الفكره اللي عندي. اذا عملنا هيك نشوف، طيب ما ظبطه. نعمل وي، روحنا كله. لا اله الا الله. اها طيب، نجي بنقول هون كمل، راح يكون هيك، هيك اتجاه الحركة صح ولا لا؟ التورك ما بمشي لحال نحن ناخد الفورس F1 plus 2، لأنه التورك هو عم بيقلنا الروتيشن. إذا كان ال F1 F2 معناتها بده يكون الاتجاه رح يكون دقيقة، خليني ارسمه تحت أفضل. نعمل رح يكون نعمل هيك، نعمل هيك. إذا قلنا F1 F2 معناتها عندنا بس هون مكان واحد اللي هو في F1 plus F2. فهمت علي شلون؟ ونحن ما عندنا إياها هيك، نحن عندنا، نحن في عندنا هون F1 هون F2. هذا في شيء عم بيسحب لهون، بيكون باتجاه ال باتجاه شو اسمه التورك، وفي شيء بيكون عكس اتجاه التورك. فهمتوا شو الفكرة؟ بيكون في شيء باتجاه التورك، بيكون في شيء عكس اتجاه التورك. طبعا هون منطقيا، رح يكون في عنا اللي هو الفورس باتجاه التورك ماينس الفورس اللي عكس اتجاه التورك. فهمت علي كيف؟ نوكي شايفين كيف هذا هون؟ لكن هلا هون احنا بالاخير رح يطلع لنا بس قيمه. فهمت علي كيف؟ لكن هو كعلميا ما بهم، احنا هون ما بهمنا، لانه بالاخير نحن بس عم نطالع القيمه، بنعوض هي القيمه بهي القيمه. بهي تعالوا نجرب نعوض بقيمه، نخليها F2 minus F1. شو رح يطلع؟ رح يطلع لنا هي قيمه ال F2 عكس قيمة ال F1 كما هو موضح، لكن بالأخير نحن بهمنا مجموع مع بعض. نحن بالأخير بالكل بدي، أنا ما بدي قيمة ال F1 لحال وال F2 لحال، أنا بدي المجموع مع بعض. فما بيهمني شو هو رح يكون ال F1 شو رح يكون ال F2، لكن مثل ما قلت لكم منطقيا رح يكون هذا الفورس باتجاه الروتيشن ناقص الفورس تبع هذا الاتجاه. نجي نمسح هلا هاد من الفكرة، ونمسح هاد ونكمل الحل. طيب نجي هلا نحن هون بنقول معناتها ال الاف تساوي تورك على دايمتر اوفر 2. تمام، معناتها بنقول F1، نخليها F1 minus F2 وتساوي 3 4 7 على الدايمتر. كم عنا الدايمتر تبع البولي دي؟ 150 مليمتر. نقول نحن هون 150 ضرب 10 سالب 3 على 2. طبعا هون F1 F2 في عندي أنا مجهولين، عن طريق هذا القانون اللي هون بقول لك مثلا نحط F1 تساوي 5 F2، بنعوض هاي القيمة هون. معناتها بنقول
F1 شايفين هذا هي هون بنعوضها بهاد بنقول معناتها 5 F2 ماينس F2 وتساوي 3 4 7 على 150 ضرب 10 سالب 3 على 2. تمام تمام بيطلع عنا بعد ما بنحسب بيطلع عنا قيمة ال F2 وتساوي كم 116 أو 115 6.7 نيوتن. تمام نرجع بنعوض هاي القيمة بالقانون، هاي القيمة هون بالقانون هون فوق بيطلع عنا قيمة ال F1 ورح يكون عنا ال F1 وتساوي مو 5 F2 معناتها F1 وتساوي 5 7 8 3. حلو حلو. هلأ هون المنطقية من نفس ما شرحنا قبل شوي رح يكون ال F1 هي قيمة ال F2 وال F2 رح يكون قيمة ال F1، هذا المنطقي. لكن أنا هون حاليا ما بهمني لأنه بالأخير رح أجمعهم هدولي مع بعض. أنا كل اللي بدي إياه اللي هو F1 plus F2، فهمت علي شلون؟ واللي هو رح يكون ده إذا حسبنا 1165.7 plus 5783 هيطلع لنا القيمة 6948.7 نيوتن. هاي نيوتن. طيب هلا حلو عنا اياها نيجي بنعوض وين ب شو اسمه بهالمكان هون وهون لحتى نطلع اتجاه القوة. معناته نيجي بنقول هون شو نسميها، في نسميها FD vertical، خلينا نخليه vertical، نقول FD vertical وتساوي 6948.7 مضروبة في ساين، نحط إشارة الضرب ضرب الساين يا ابني ساين 40 بتساوي كم ضرب ساين 40 بيطلع عنا 4466.5. تمام. بالنسبة للفورس هوريزونتال V نقول 6948.7 ضربة في كوساين 40 بده يطلع معنا، بده يطلع معنا ضرب كوساين 40 5 3 2 3 5 هون نيوتن 5 3 2 3.01 نيوتن. تمام تمام. هلا هي شو هاي؟ هاي find the force at gears and pulleys، هاي بالنسبة لل A. نجي نحن هلا نقول B بالفقرة B بالستيب 2. منقول نجي منضيف صفحة H نجينا هون منقول P make schedule of the calculated force
Calculated forces. طيب نيجي نرسم الجدول، نحط فيه القيم عشان يسهل علينا بعدين كيف نطلعها بالبلينات، هو راح يكون عندنا vertical plane horizontal plane وليس plane. طيب نيجي نعمل لوك هيك تمام. طيب نجي نقول هيك، نجي نقول هيك من هون خلينا نرفعه شوي، ايوه بعدين نجي هاد ونحطه هون، نجي نقول انه هون هوريزونتال من هون هوري أو هوري هوريزونتال، بعدين هون فيرتيكال، وعندنا هون جيرز بي، وعندنا هون دي. احنا كم طلعنا؟ طلعنا عند البي. طبعا يا شباب بالنسبة للأرقام يمكن يكون نحن هون عادي متخبطين بالأرقام، بس نحن أهم شيء بروسيجر يكون صحيح. عندنا اليسار ايه اف دي 1736 هي هون هوريزونتال اللي هو اتجاهه هيك 1736، وفيرتيكال رح يكون داون رح يكون 631، والهذا شو بيسموه الدي رح يكون في عنا واحد هيك، واللي رح يكون 5323.01 بلل او ون، خليه بلل بس انت بال يا نانو بوينت او ون ما حتأثر كتير. وانا نحن هلا هون كمان هاي داون حيكون 4466 صح؟ اي نعم، تعرفين هاي داون وورد تجاهها تبع الساين 4466.5 تمام. هلا هي الفقرة بي بالنسبة لستيب 2، نجي على الفقرة سي. بنقول بس لفوق بنقول هون سي draw free body diagram for each plane، draw free body diagram for each plane. تمام، في عنا horizontal plane وعنا vertical plane، يعني نكتب هون نحط نقول هون plane عنا horizontal plane vertical plane. خلينا نجي هلا نرسم الفري بادي دايجرام فور هوريزونتال بلين فور فيرتيكال بلين، خلينا نشوف هاي بكفي صفحة بكفي ان شاء الله للرسمة. طيب حط لي هذا هون هيك، نصصها هاي نصصناها خليها هكذا تمام. اي شو ها، طيب نعمل حلو حلو امسح لي اياه هون عشان يكون الحل مرتب. ايوه
نجي نكتب لكم هون هوريزونتال 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 بلين، عندنا هون فيرتيكال بلين، فيرتيكال بلين، تمام تمام اجي هلا بنرسم هون، اعطيني القلم الاخضر من هي هيك نرسم خط ونجي هات نحدد هون A، نحدد هون B، نحدد هون C، نحدد هون D، تمام. طبعا عند ال A وال C، وين ال A؟ نرجع للسؤال، عند ال A وال C شايفين هون ال A وال C، هي عند ال C هي عند ال A، هون رح يكون في B ring، عند ال B ring هون في عنا reaction force، معناته شو؟ نجي لهون بنقول نعمل اعطيني لون تاني مغير، حلو خلينا نحطه بشكل افضل، نعمل هيك ما زبط ضيقة، حلو نقول هون هيك ان ار اي اتش، ار اي اتش يعني مقصدي هون اللي هو ار رياكشن فورس عند ال A ان بلين هوريزونتال، بعدين في عنا هون داونورد اللي هي رح يكون كم نحن رسمناها اللي هي الهوريزونتال، شايفين الهوريزونتال 1736 17، نكتب هون 1736، بعدين نجي عند السي كمان في عنا رياكشن فورس رح يكون ار سي اتش، تمام. هون عند الدي كمان رح يكون عنا reaction force اللي هي رح يكون 5323، لا لا عفوا هي عكس اتجاه، هي ليش هيك رسمت خطأ، هي بده يكون هون لك هون 5323، تمام. يعني هلا هاد عكس اتجاه هاد، اهم شيء فهمت علي شلون حنرسم هذا، انسوه هلا هذا الفيرتيكال، هذا الفيرتيكال اللي هون انسوه فهمت علي كيف، اهم شيء عن الهوريزونتال هون عند البي عكس اتجاه الدي، يعني اذا بترسم البي من تحت وهذا لفوق ما بتفرق، فهمت علي شلون، اهم شيء يكونوا عكس بعض. طيب نجي ننقل الرسمة كلها كوبي باست، طبعا طبعا هون عنا اياها نحن غير، نمسحهم هدول وهدول نمسحهم، وهي نعمل هيك وهي نعمل هيك، اللي حيكون ان فيرتيكال بلين نجي بنقول هون دقيقة، هاي فيرتيكال وهي فيرتيكال، رح يكون عنا هون نشوف بنفس الاتجاه، معناته شو بنخليهم؟ نخليهم طب هلا هون نخليهم من فوق ولا نخليهم من تحت؟ إذا خليناهم من تحت ما استفدنا شيء، ما في شيء عدا بيكنسل التاني،
هذا هو نازل لتحت، فهمت علي شلون؟ نيجي نحن هلأ هون نرسم هيك، وهي نرسم هيك، منقول هون هي عبارة عن 631، وهاي تاني 446 4466.5. تمام تمام هاي هون عنا الفقرة سي خلصناها، اللي هي draw free body diagram. خلينا نمسح هدول عشان دكتور draw a free body diagram for each plane. نجي نحن على الفقرة هلأ دي، واللي هي find the reaction forces for on the free body diagram for each plane by using summation of momentum. نجي نكتب هون نقول دي، طبعا هون عم بطول انا بالشرح بحيث انه بشرح لكم اياه بشكل مفصل، انتم بالاخير باذن الله الوقت رح يكون يعني مختصر اكثر من هيك. نكتب هون find the reaction forces on the free body diagram for each plane by using summation of moment equal zero. تمام تمام نجي نحن هلا هون نكمل الحل أو نرسم خط تمام. نيجي بنوجد هلأ reaction force، بنقول نعمل summation بالأخضر moment عند النقطة A equal zero. معناتها نقول شو، طبعا احنا هون ما حطينا الدايمنشن، الدايمنشن احنا عنا اياها هون 150 250 و150، هون نفس الشي 150 250 و150. حلو حلو نجي نحن هلا هون نقول 1736 ضرب 0.15 تمام ماينس اتجاه ال RCH العكس رح يكون ماينس لانه عكس هاي نحن حطينا هاي موجب هو رح يكون بالعكس ضرب 0.4 ماينس كمان هذا 5323 كمان عكس رح يكون كمان بالماينس ماينس 5316 مضروبة في 0.55 هاي summation equal 0. معناتنا عنا RCH هاي هون RCH هكون عنا RCH رح يطلع عنا قيمتها سالب 6648 نيوتن. معناتها احنا هون عندنا summation خطأ، شايفين؟
يعني هون اتجاهنا هاي رفعنا لفوق، معناتها رح يكون اتجاه RCH لتحت، رح يكون 6648 نازلة لتحت، نحن هون رافعينها لفوق فرح يكون نازلة لتحت. طب هلا نحن طلعنا ال RCH، نيجي من نطلع ال RAH، خلينا بس نروح نطلع ال RC vertical لأنه ما حد كيف الصفحة رح تفتح صفحة تانية. نيجي نحن هون نقول نفس الفكرة summation of moment عند النقطة A يكون 0.0. نشوف نحن هون عنا، نعم هذا موجب، رح يكون عنا 6.31 مضروبة في 0.15، بعدين هذا طالع ماينس ار سي في مضروبة في 0.4 صح؟ صحيح. هون زائدا زائدا بنفس الاتجاه المومنت راح يكون 4466.5 مضروبة في 0.55 تمام equal 0. راح يكون عندنا ال RCV RCV إذا حسبناها 6.31 ضرب 0.15 تمام زائدا 4466.5 تمام بعدين تقسيم 78.06 نيوتن، اتجاهه صحيح مثل ما هو، نحن يعني ما طلع معنا بالسالب. هات نجي هلا هون نكمل، نضيف صفحة، نجي منقول خلينا نقسم منقول هون عند الهوريزونتال بلين منقول سميشن، خلي اتجاهه لفوق سميشن اف واي ايكوال زيرو، منقول نحن عنا ار اي اتش ماينس 1736 ماينس 6648 بلس، كان حسبته غلط انا صح؟ ايه شايفين هاي حطيتها غلط انا، هذا الرقم هون راح يكون 5323. المهم يعني اهم شيء الطريقة، هذا اهم شيء الطريقة، فهمت علي كيف؟ حتى هون راح يطلع عنا الرقم اللي يكون 7 3 6 ضرب 0.15 ناقصا 5 3 2 3 ضرب 0.55 بعدين تقسيم 0.4 يطلع عنا فرق بسيط يعني. six six eight تمام. يعني نجي نحن هون نقول 668. طبعا شو مثل ما قلت لكم نحن أهم شيء نحن عنا البروسيس، فهمت علي شلون؟ النتائج يعني هي عبارة عن اجتهادات شخصية قد يكون فيها أخطاء، لكن أهم شيء نحن عنا هون بروسيس 5323 5 3 2 3 وهذا كلياته
equal 0. معناتها إذن R AH وتساوي هنا كون minus 1 7 3 6 minus 6 6 6 8 plus 5 3 2 3 هيطلع أن كان أنا في شيء هون بدي يطلع عنا ماينس 3081 نيوتن. احنا كيف نحن مفترضينه كمان راح يكون نازل لتحت؟ لا، في عنا إشكالية هون، يمكن أنا حاسب غلط. أنا هون حاسب غلط. لا حاسب، لا إله إلا الله، وينو هذا؟ 6 6 8 5 3 2 3 1 7 3 6. طيب حيكون هاد فوق موجب تحت سالب. شلون طلع معي انا هيك؟ زين انا يكون صح، انا هي حاسبها غلط. حكون هيك حكون رقم صح من بالاتجاه نحن اللي افترضنا. فهمت علي شلون؟ انا هنا حسبت غلط، حششت. طيب نجي هلا كمان بالنسبة لل vertical plane، نقول موجب سوي summation fy سوي 0.0. منقول RAV vertical، طيب minus 361 631. بعدين هذا RCV نحن افترضينه صح، نعم افترضينه صح، معناته بلس اللي هو اللي حيكون 6378 6378.06 تمام، وناقصا 4466.5 ناقصا 4، هي نحطها تحت أفضل. الحمد لله 4466.5 هذا كلياته هيك. ال RAV معناتها تساوي عنا minus 631 plus 6378.06 minus 4466.5 يطلع عنا هون 1 2، بيطلع لنا الجواب بالماينس 1 2 8 0.5 نيوتن. معناتها نحن الافتراض اللي افترضناه خطأ، معناتها راح يكون اتجاهه الى تحت 1 2 7 8 حيكون اتجاهه الى الاسفل. فهمت علي شلون؟ طلعنا نحن هلا رياكشن فورس، يجي هلا نحن بنرسمهم على اللي بنرجع نحطهم على البلينات. نجي منقول خلينا ننسخ، يمكن لساتنا ناسخينه. حلو، موجود موجود، نعمل هيك نمسح هاد. هاد نمسح لأنه اتجاهه نحن اللي افترضناه غلط. رح يكون عندنا هون ال RAH 3081، هاي 1738، وهي رح يكون ال C اللي هو يكون 6668. رح يكون نعمل نحط
هذا راح يكون 6 6 6 8، وهذا نحن عندنا يا دي واللي هو كم عندي يا طلعنا هو 5 3 5 3 2 3. ليش مسحته لكن؟ طيب تمام. نجي نحن كمان ناخذ هذا، ناخذه كوبي نجي هون نلصقه. نقول نحن عنا هذا، افترضنا افتراض غلط، شو كمان افترضنا والباقي لا، باقي صحيح. نجي نقول هون نرسم خط، بعدين ناخذ القلم الاخضر، نمسحها. انا نحن هلا الاي طلعناها 1 2 7، ليش هيك عبلخ؟ 1 2 8.5. لكون 1 2 8 0.5. هون نحن هي طلعناها كم؟ اللي هي بده يكون 6 3 7 8 6 3 7 8.06، ما هيك؟ نعم. طيب هلا هون أنا بهاي مرحلة نجي شو بنعمل؟ بنشوف شو هو الفقرة اللي بعدها. نحن طلعنا reaction force، بعد ما طلعنا reaction force draw the reaction force for each plane، نرسمه ونحط عليه الفورسات. خليني اكتبها افضل. نزلها، نعمل هيك. نحن على طول رسمناها بدون ما نكتب. نيجي بنقول هون اي اللي هو فقرة اي، بنقول شو draw the reaction force. For each plane. For the reaction force. For each plane. تمام؟ رسمناه نحن هون، اختصرت الوضع ورسمناه قبل ما نكتب هاي. طيب نجي نكمل قبله. شو بعد ما نرسم الرياكشن فورس؟ بدنا نعمل اخر شيء ستيب 2، بدنا نرسم الشي فورس دايجرام. لك نجي هون نقول اف درا دشير فورس دايجرام. تمام. نيجي نحن هلا بنرسم اخر شيء شي فورس دايجرام. بنقول اعطينا اللون الاخضر، عفوا ذهبي.
خلينا نرسم فورس دايجرام، ناخده نفسه طنية تحت، تمام. نرسم الخط مثل ما هو موضح. نحن عنا أعرف هذا الكتابها 150. طيب نحن عنا هون كما بيطلع عنا مقدار 3081. نقول طالع الفورس لفوق، نرسم بشكل أفضل، طالع الفورس 3 بمقدار 3081، بعدين ماشي لحتى إجي عند البي، هي عند البي، بعدين نزل بمقدار 1736، نزل بمقدار 1736، بعدين ضل ماشي عند السي، عند السي نزل بمقدار 6668، يعني نزل هيك سحبه لهون، تمام. بعدين ضل ماشي وعند الدي ارتفع الى ان وصل الى الزيرو، اللي هو ارتفع بمقدار 5323، وصل بعدين لهون. فهمت علي شو النقطة؟ يعني هلا هون صار ارتفع هذا الى ان 3081، بعدين 3081 3081 نقص منها 1736، نزل اللي هو عند ارتفاع 1344، تمام. بعدين هذا نزل لعند ارتفاع ماينس 5323. ليش؟ لأنه نحن عنا هون هذا البلين أو هذا الخط هو خط الزيرو زيرو، اكتب هون زيرو زيرو، هذا هو هون، بس رح نحط هون موجب، هون هي رح يكون سالب. هذا هو شيل فورس دايجرام للهوريزونتال بلين. نجي من نرسم للفيرتيكال بلين، نرسم الخط. طبعا رح فرجيكم من البداية، نحاول نجيبه مثل ما هو، نرسم الخط هون، تمام. نجي بناخد عن النقطة هاي هون عنا ياها A، عند النقطة هاي عنا ياها B، وعند النقطة هاي عنا ياها C، وعند النقطة هاي عنا ياها D. A B C، تمام. هون هاي زيرو زيرو، حلو حلو. نجي نشوف هذا نزل كيف الرياكشن فورس، بتشوف الرياكشن فورس نازل لتحت بمقدار 1280.5، يعني نجي نرسم نازل لتحت بمقدار 1280.5، بعدين ماشي لعند البي، عند البي شو صار فيها؟ كمان نزل 631، نزل 631، بعدين مشي لا عند السي، عند السي شو صار فيه؟ والله عند السي بنقول لك يا طويل العمر ارتفع 6387، يعني شطح له شطحه لفوق هيك. طبعا هي عند السي انا ما رسمتها دقيقه، عند السي خليني ارسمها، عند السي تقريبا، تمام. بعدين مشي طلع بيمشي عند الدي شو صار فيه؟ والله بنقول لك نزل لتحت لحتى صار عند الصفر. فبدي يصير عنا نحن هون هذا سالب وهذا موجب، تمام تمام نجي نقول الأرقام هون، نزل هو ماينس 1280.5، لك 1280.5 plus 631، كمان نزل لهون لماينس 1
911.5 تمام، بعدين ارتفع عند 4466.5 4466.5 فهمت علي شلون؟ بعدين نزل عند 446.5. يعني ليش؟ إذا بتحسبه هون ليك وشوف ركزوا عليه، كيف نحن عرفنا إنه صار هون عند 4461؟ هون عنا إياها 1911. إذا كان حسبتنا صحيحة، إذا مننقص 1000 منقول 6378 لك 6378.06 minus 1911.5 بده يصير عندك عند 4466.56 اللي هو نحن هي مطالعينه. فهمت علي شو الفكره؟ بعدين بيجي لهون، بعدين بينزل عند الدي، عند هون بيطلع لهون، بعدين بيجي عند الدي بينزل بمقدار هي الفورس اللي هون 4466.5 بصير زيرو. فهي يا شباب خلصنا نحن هلا هون حاليا الستيب 2 في حل السؤال. سامحوني اني تاخرت عليكم بالشرح، لكن هذا بشكل مفصل. هلا باذن الله الفيديو القادم والفيديوهات الجايه رح يكون اقصر، رح يكون عباره عن ستيب 3، باقينا نحن ستيب 3 وستيب 4 ستيب 5 وستيب 6. يعطيكم العافيه.